صباح الفل، كيف متابعي مشاهدي تونس الرقمية. اليوم كالعادة جولة في السوق البلدي ببني خلاد. كالعادة كما غادي نشوفه نحن مباشرة في مرشي الحوت للأسبوع الثانية على التوالي. الحوت ما فماش في بني خلاد، هذه اليوم جولتنا في بني خلاد، مرسم تاع بني خلاد. عنا دجاج 8850. خويا صباح النور. صباح النور. كنت تحكي لنا بكري قلت لي فما نقص في الدجاج. نقص ياسر في الدجاج والدندور، ما فماش جمله. عندكم برشا هيك؟ عندنا حكاية 10 أيام نقص هذا في الدندور والدجاج. الدجاج وعمال ماشي يعمل. هذاك 8850 مازال يزيد. قد ايش يوصل معك؟ مازال يزيد يوصل حتى 10000. ومن جمعة لجمعة الجمعة اللي فاتت 8400. من نهار لنهار يزيد. من نهار لنهار؟ هاي الكورسة. الكورسة. هذه اللحوم البيضاء. نشو ناخذ فكرة على الخضر والغلال. غلال. عندنا طماطم على 380، عندنا الفلفل على 2000، عندنا البطاطا 1500، عندنا وز الجمرة على 2000، عندنا السفنارية ب 2000، عندنا البصل 1500. هذايا الفلفل زادة، من الفلفل بين 2000 و 1500. هذايا السلك والمعدنوس على 700. شنو القبال في مرشي بني خلاد؟ القبال في مرشي بني خلاد ديما هكا معناتها حركية ولا تتحرك من بعد؟ على 100 أيام ديما هكا. مثلا تلاحظوا فما نقص في الحركية. صباح النور. شنو هايلك؟ شكرا. هذه اليوم دورة المرشي في بني خلاد، باش ناخذ فكرة على الأسوان تاع اللحوم. صباح النور. صباح النور. شنو هايلك؟ مرحبا بك. تعطينا فكرة على الأسعار اليوم قداش عندنا الأسعار؟ والله عندوش قداش؟ العلبة 32 لو عندك حليب وتكرس. أنا العلوش ب 32 دينار، المخلط 19 دينار، الهبرة 28 دينار، الكرومة 27، الكرشة 6000. هذه أسوان من اللحوم الحمراء في مرشي بني خلاد. هذه اليوم الدورة نتاعنا في المرشي نتاع بني خلاد، كما قاعدين تشوفوا حركية من الأول مازالت معناتها باش ما فانور قداش الهندي؟ عندنا الهندي ب 2500. هذه اليوم أسعار بني خلاد. فانور شنو هاولك؟ قداش القرص؟ 4000. عندنا القرص على 4000، اللوز 3500، عندنا العنب زاده موجود ب 2500، وبعدين لاحظوا فما العسل زاد. قداش العسل؟ العسل غالي برشا. قداش؟ الكيلو ب 40. هذه أهم الأسعار الموجودة اليوم في السوق البلدي بني خلاد. هلا
هذا. عنا التفاح قد ايه التفاح صباح النور؟ عنا التفاح ب 4000، عنا الخوخ ب 2500، الاخر 2500 زاد 2500 الخوخ. عنا الخوخ ب 2500 والبنان، عنا البنان 7000. عنا العنب 3500. حصلوا بي اليوم الاسعار في السوق البلدي بابن خلاج.